ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. الهدية الضائعة. كان عيد ميلاد أوبل؟ لا. احتفال ما؟ لا. إذن تقولين ألبرت ديرويند أشهر علماء الطبيعة في العالم أهداك جوهرة؟ لماذا؟ ربما لأنني أفضل تلميذة، ربما يجب أن تهديني هدية. إذا فعلت هل ستنتبهين لدروس برنامجي عن السلوك العدائي؟ قد أشاهد القرص الرقمي. هي إذا كنت حصلت على الهدية أين هي؟ لا أتذكر، قد ضاعت. إذن كيف فقدتها؟ فأنت تعيشين في جرة منذ 150 سنة. أها، فكرة جيدة يا صوفي. رفاق عليكم التركيز أكثر، لدينا أمور هامة نتعلمها عن السلوك العدائي. لا شيء هنا، أين جوهرة أوبل؟ هاي انظروا ماذا أرسل إلي أبي وأمي، من يريد الفشار؟ طعام مزعج، جائع يحب الطعام المزعج. ولماذا أحاول؟ لماذا أحاول؟ تسأل لماذا أحاول؟ لأنني آخر آل المبتكر، الأمل الوحيد لإنقاذ اسم العائلة. إذن سيظل اسم العائلة غريقاً تحت الماء إلى الأبد. اعترف يا حفيد شقيقي، أنت اقتربت من الفشل الذريع. ستحقق رقماً قياسياً في الفشل. لم يرى التاريخ مثل فشلك. واو، لم يضحك أحد. لا فائدة عزيزي، إذا كنت آخر السلالة فقدنا سكان الجرار إلى الأبد. هذا رأيك صحيح؟ إذن سأريك يا عم عمي عم جدي أنني أستحق لقب المبتكر مثلكم. الشاي؟ ها سيدي؟ ها؟ سيدي هل أنت بخير؟ كيف تجرؤ على أن تغمر جميل المبتكر الثالث؟ من أنت يا رجل؟ لا تجب، من الواضح أنك أحد الخدم الحمقى. هيا تحرك يا فتى، أحضر المطرقة البخارية، لدي عمل. هل تعرف متى نحن؟ عام 1863، تحرك. ها، كان يجب أن أنصت لوالدتي وأعمل أي شيء آخر. الآن هل هذا الكلب سعيد أم غاضب؟ فريد كيف سيعودون إلى البرية وهم يعتمدون على الوجبات السريعة؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ الفشار طبيعي. وأسف يا أوبل، لا ذكر لجوهرتك في الكتاب الكبير. لا وجود لها. هل تقول إنني كاذبة؟ ممتاز، رأيت؟ هذا سلوك عدائي. إذن لو كنتم في البرية وواجهتم مثل هذا السلوك، نعد الفشار ونسعد من حولنا. إذن ما آخر شيء تتذكره تحديداً؟ آخر شيء أتذكره هو محاولة إنقاذ الكائنات المسكينة على يد ألبرت ديرويند. كانوا مقيدين بالأغلال، أمر وحشي، فحاولت أن أحررهم. لا لا لا، يجب معاملة الحيوانات برفق. تخلص. لن أنساكم أيها الصغار. وكانت هذه آخر مرة أرى فيها المساكين، لكن بهذه الآلة سأجدهم ثانية. إذن أنت تقول إنك تعرف شكلهم بالفعل؟ بالطبع يا فتى، لدي رسوم موضحة ترشدنا، عثرت عليها في صندوق أسفل فراشي. أمر عجيب، ليس من عادة المبتكر إلغاء الصف، قد يكون مريضا. أوه، إنه مريض بالفعل. لا تشانغ، لا تقترب من الناس خلسة. آسف، تدريبات القوة، ويقلقني البروفيسور، لقد تمكن منه التوتر ويعتقد أنه أحد أجداده. ماذا؟ نعم، يعتقد أنه في القرن 19 يقاتل ديرويند الشرير، حتى أنه يرتدي ملابس جده الأكبر. لحسن الحظ معي شهادة في العلاج النفسي وأخرى في صيانة السيارات، أنا أمله الوحيد. ديرويند شرير؟ لا، ليس شريراً، أهداني جوهرة. هذا قولك،
لكن أين هي؟ ديروينت كان طيباً، أعد لنا موطناً ووضعنا في الجرار. ولقد نسي أمرنا لمائة وخمسين سنة. كفى، كيف تجرؤ على التفكير في أمر كهذا؟ لقد كان ديروينت طيباً، المبتكر كان شريراً. أوبن محقة، إذا كان بروفيسور نبيه يظن أنه جده، ألن يحاول أن يعثر عليكم بأي طريقة؟ أهلاً بالأطفال اللطفاء، أنا جميل المبتكر الثالث، يسعدني أن ألتقي بكم. مرحباً. انتهيت من متعقب الجرار خاصتي، واستخدمت الخشب والعسل والمكون السري والعلق. بالون الهواء، سأحمل الإنسان إلى الفضاء الخارجي بنفسي ذات يوم. حسناً، لقد فقد عقله، هيا بنا. لكنه لطيف جداً، هل يمكن هذا؟ آل المبتكر أخيار؟ أعتقد بعد إتمام مهمتي سأزرع بعض الزهور وأتبرع بالأرباح للملاجئ. أوه، ما هذا؟ أحتاج مساعدتكما لعلاج سيدي. لكننا نفضله هكذا. أها، لقد كانوا هنا. أخيراً سأضع يدي على الوحوش الصغيرة وسأفعل بهم ما أريد. نعم نعم. حسناً، سنساعدك. ماذا نفعل كي نعالجه؟ العلاج بالصدمة. لا جوهرة. جائع كان يفكر، قد تكونين مجنونة. لست مجنونة، لقد أهداني جوهرة. لا تقل إنك تصدق أن ديروينت شرير وأنا المبتكر طيب. حسنا، جميع آل المبتكر أشرار ومزعجون للغاية. هيا سأثبت لكما. المكان آمن. مغلق، لكن المدخنة مفتوحة. لا تتحرك. حسنا، سأدخل. يا له من يوم رائع وجميل. لا أصدق هذا. هل هذا مخبأنا؟ يجب أن نمنعه. انتظرنا. موصد، لا أحد يمنع جميل المبتكر الثالث من الدخول. الثالث؟ نحتاج خطة. أوبل؟ أهلاً. أخيراً، ها أنت هنا. كيف حالك يا صغيرة؟ يجب رعاية الحيوانات النادرة وحمايتها ووضعها في مكان آمن وتسمينها قبل أكلها. تعالي هنا. وجبة الحلويات. هذا هو السلوك العدائي. ما أحتاجه تماماً طبق السلطة. هل يشعر أحد بأنه أحمق؟ ماذا تعني بأحمق؟ هاي، الطريقة الوحيدة لإعادة سيدي لطبيعته مواجهته هكذا. هاي، ربما يجب أن نستدرجه. لا، يجب أن نفعل هذا الآن. ثق بي، أنا متخصص نفسي. هذا ليس لطيفاً. من قال إنني لطيف؟ رغم أن سكان الجرار المطهوة قد تبهجني على الفور. وجبتي الكاملة في مكان واحد. العلق، لماذا لم أختر فراشات؟ آلتي الثمينة. جوهرتي كانت في الملابس القديمة؟ سرقها من ديروينت قبل أن يتخلص منه. جائع، آسف لأنه لم يصدق أوبل. كنت أعرف أن ديروينت طيب وأن المبتكر سيظل دائما شريرا. دعونا نمر. ها نحن هنا، الكائنات التي كنت تبحث عنها منذ زمن. لنذهب قبل أن يمسك بنا. شانغ، لماذا فعلت هذا؟ سيدي، لقد عدت إلى طبيعتك. أنا طبيعي تماماً يا شانغ، لماذا أرتدي هذا الزي؟ دعني، أنك لا تتذكر؟ آخر ما أتذكره هو الجدال معهم، ثم لا شيء.
لماذا تتنكر مثل رسوم جدي لسكان الجرار؟ هل تسخر مني؟ لا يا سيدي، سأوضح لك. شانغ، تعال إلى هنا، أطالب بتوضيح. إذن ألبرت ديرويند قد أهداك هدية، وهي صخرة مطلية. نعم، لأنه رجل طيب. لقد عادت، فلنحتفل. أعتقد أن الفشار احترق. سأتولى الأمر، أفسح المكان. فريد، آسف، آخر مرة رأيت شيئا مضحكا مثل هذا كان البروفيسور يرتديه. إنها قدمي.